في مؤتمر بمستشفى سان توماس بالعاصمة البريطانية لندن، اكتشفت جون أليميدا الفيروس التاجي أو ما يسمى الآن كورونا لأول مرة عام 1964. اكتشفت عالمة الفيروسات البريطانية جون أليميدا وهي ابنة سائق حافلة اسكتلندي حينما تركت المدرسة في 16 من العمر. وفيروس كورونا المستجد والذي يسمى كوفيد 19 فيروس جديد، لكنه ينتمي لفصيلة فيروسات كورونا التي كانت جون أول من شخصها عام 1964. رأت جون النور عام 1930 باسم جون هارت، ونشأت في مدينة غلاسكو باسكتلندا، وتنحدر من أصول متواضعة. كان والدها سائق حافلة، كما تركت مدرستها في غلاسكو في عمر 16 مع قليل من التعليم الرسمي. ثم حدث ذات يوم أن عثرت جون على وظيفة في مختبر في مستشفى غلاسكو الملكي الجامعي، فأصبحت مهتمة بالعلوم. وحتى تطور مسيرتها المهنية سافرت العمل لمشابة الطموحة أولا إلى لندن ثم إلى كندا، حيث طورت فهمها لعالم الفيروسات ولعلم الفيروسات. وعندما عادت إلى لندن توصلت العالمة الشابة إلى هذا الاكتشاف الرائد. ففي لندن تزوجت من الفنان الفنزويلي إنريكي أليميدا عام 1954، وبعد أن أنجبت ابنتها جويس انتقلت وعائلتها إلى تورونتو بكندا، حيث عملت في معهد أونتاريو للسرطان أخصائية مجاهر إلكترونية. ولكن كيف اكتشفت الفيروس؟ عام 1964 كانت الدكتورة جون تعمل في مختبر بكلية الطب بمستشفى سان توماس بلندن، وهو نفس المستشفى الذي كان يعتني مؤخرا برئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون عندما كان مصابا بفيروس كورونا المستجد. أرسلت جون لأخذ مسحة أنف من تلميذ في مدرسة داخلية في إحدى مناطق المدينة عام 1960، وعند فحص العينة تحت المجهر الإلكتروني لاحظت وجود جزيء فيروس مشابه للأنفلونزا لكنه مختلف قليلا عنه، وحددت كونه ما أصبح يعرف بأول فيروس تاجي بشري. وعلى الرغم من رفض عالم الطب لاكتشافها لأول مرة، فقد تم قبول اكتشاف الدكتورة لاحقا، وغيرت من مسار علم الفيروسات منذ ذلك الحين. وفي عام 1965 كتب في المجلة البريطانية بالتفصيل عن الاكتشاف الجديد، وبعدها بعامين نشرت مجلة علم الفيروسات العام الصور الأولى لما شاهدته الدكتورة جين أليميدا. ويعتقد أن جون التي عملت لاحقا بقسم الدراسات العليا في كلية الطب بلندن حيث نالت شهادة الدكتورة وزملائها قارنوا اسم الفيروس التاجي بالتاج المحيط به الذي ظهر على الصور التي التقطوها له. لاحقا أصبحت جون مدربة يوغا مع الاستمرار في عملها كمستشارة في مجال علم الفيروسات في نهاية الثمانينات، عندما ساعدت في التقاط صور جديدة لفيروس نقص المناعة البشرية. توفيت جون ميدا عام 2007 عن عمر يجاوز 77 عاما، وبعد مرور 13 عاما ما زالت تنال التقدير على عملها الحيوي في تحديد الفيروس التاجي الذي يواصل تفشيه وعبثه في جميع أنحاء العالم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.